أعرفها وتسكن الأحلام، جميلة وأحبها واسمها شآم، ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. اجتمع الوجع والنار صاروا إلك زنار، يا أرض السلام يا أرض السلام، معلش إلك الله والملايكة حراسك. شو مرق عراسك شو تغيروا ناسك، بتضل وفيك من ضل عشق وغرام، الله والملايكة حراسك. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا، كبرنا عمر ودقنا القهر، مثل الشجر منموت وما مننحرق. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا، كبرنا عمر ودقنا القهر، مثل الشجر منموت وما مننحرق. ويمر بطيفها وتسكن الأحلام، جميلة محبها واسمها شآم. ويمر بطيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. اهلين ابو معتصم، بعد زمان. لك اهلين شو زمان شو يا زلمه؟ شو المنظر هاد؟ اي منظر؟ لك شو اي منظر هاي؟ شو المسخره هاي يا زلمه؟ لك انا كيف بدي طالع الاضبار اللي جاي مشانها هلا؟ لك كيف تتركوا الاضابير المرميه هيك بهالشكل هاد ما عم بطلع؟ يا سيدي حط بالخرج. حط بالخرج؟ ولك هدول الاضابير ناس محبوسين ناظرين الفرج اليوم قبل بكره، لك هدول بني ادمين محبوسين مو بهايم، عم تدعسون هيك دعوسه لعبب الزباله. لك 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 هذا المرمي بالسجن هلا قاعد ناطر ورقته تجي لحتى يروح على المحكمة تبعه، قديش بده يقعد ينطر؟ هذا إذا التقت الورقة تبعه. يلي بينطر شهر ما بضره عشرة. طب والله لازم محاكمة، مو هن مو هن أبدا، أنتوا أنتوا إرهابيين وقتلة وخونة أكثر منهم. أبو معتصم احترم حالك وانتبه لملافظك أحسن ما تشوف شيء ما بيعجبك. ها لا تفضل ورجيني شرف، ورجيني الشيء اللي ما بيعجبني شرف. لك شرف يا جماعة يا جماعة، طولوا بالكم، نحن في الدائرة حكومية مو بالشارع. قول لهالآدم فايت عم يتبوجه ومو عامل حساب لحدا. خير أخي شو في؟ يا رفيق في إدبارة مضطر اطلع عليها بمعيتك رفيق. باسم مين الإدبارة أخي؟ تركنا شوي يا رفيق لو سمحت، تفضل. تفضل معي. مرحبا دكتور، فاضيلي شوي؟ أهلين تفضل. يعني صار تشنج بالاجتماع، أنا برأيي ما كان لازم يصير.
فقلت يعني بيجي لعندك حتى نتجاوز خلاف أو حتى العتب، بتكون رقت شوي. أكيد ما في خلاف لا سمح الله، ليش لنختلف؟ يعني أنا جيت لأحكي معك كصديق، يعني بعيد عن المكاتب والرسميات والحكي المهني، وصدقني يا دكتور من باب حرصي عليك. حريص؟ طول عمرك حريص وصاحب واجب يا دكتور سمير. تفضل عم اسمعك دكتور. يعني مالي عرفان شو بدي اقول لك بصراحة، بس طالبة ليا يعني من أول ما دخلت على هذا المعهد إلها وضع خاص، يعني من طريقة قبولها لعلاماتها بالمعهد. دكتور إلك شغلة؟ هاي الطالبة موصفية. موصفيها؟ ليش بقى؟ رح خبرك ليش. أبوها بيكون كمال بيك، رجل أعمال كبير بهي البلد ونفوذه وعلاقاته واسعة على أعلى المستويات، يعني مشان هيك بنشحوها كل الأساتذة، مع أنه دكتور هي مستواها هزيل يعني مثل ما حكيت حضرتك تماماً، بس شو بدنا نعمل؟ حلو، والحرص علي بقى جاي من باب إذا ما نجحتها أبصر شو ممكن يصير فيي ما؟ لا لا دكتور، أنا ما هيك قصدي أبداً، أنا بس يعني كان قصدي أنه خبرك ليه مين بتكون وأبوها مين؟ مين ما كانت تكون؟ أصلاً ما وصلنا لهون غير هاي الطريقة المعفنة بالتفكير. أنا واصلي معي لهون من هاي العالم. لك شو بدهم؟ بدهم يشتروا الدنيا كلها بالمصاري؟ لا يا سيدي ما رح نجح، تروح تبلط البحر هي وأبوها. لا دكتور يعني طول بالك، لشو الحدية هي؟ بالنهاية اعمل اللي بتلاقيه أنت مناسب، أنا عم حاكيك كصديق. صديق؟ ما قصرت يا دكتور، نعم صديق أنت. أوكي دكتور بالإذن. مرحبا، فيني أحكي مع كمال بيك؟ هذا البيت اللي طلع معك؟ الكلاب ما بترضى تعيش فيه؟ هاد لقرايبيني معلم، وقرايبيني برات البلد، بعدين هون المنطقة أمان على الآخر. لا فاهمين البركة، يخزي العيش وحذرين. ولك لولا جحشنتكن ما كان صار فينا هيك. الله يزلكن ويعز الكلاب. بس معلم نحن ما غلطنا بشي. ولك لا حدا يرد بوشي، واصلي معي لهون ها؟ رح انجلط من غباكن. بخيلك يا هلال بخيلك.
شبك انت صروعة؟ شو في؟ مدري اكلين ذكوان مدري لاقصينه ما بعرف ما بعرف ولك ان شاء الله بالحقوا اذا مقتول. ايدي وفهمي لاقط مين ومين قتل مين؟ لك شو مين؟ لك شو مين؟ الجهات المختصة تبع الارهاب، الشاب اللي كنا خاطفينه طلع على التلفزيون بنشرة الاخبار، قال شو؟ قال لي ما انمسك من الشباب راح قتيل. هلا هدول بيعترفوا علي من اول كف، لازم امشي بسرعة. لا ما بدك تمشي، شو يعني بدك تركيني لحالي؟ بدي ساوي ليه؟ لازم انفض بجلدي قبل ما يوصلوا لي. ولك وانا شو عمي؟ طبت بيتك شي سنتين، إذا سألوك مين ذكوان مين ذكوان ما بتعرف. يا رفيقة هي طبيعة العمل الحزبي. أنت شو فكرة لحزبك ها؟ بس هيك اجتماعات تردد الشعار دفع اشتراكات تسجيل حضور وتفقه. أعوذ بالله، العمل الأمني جزء أساسي من نضال كل حزبي وكل حزبية. أنت هلا نصيب عضو نصيب مو مثلي، أنا عضو عامل من زمان. العمل الأمني جزء أساسي من نضال الحزبيين. هلا نحن بالمؤسسة عنا النفوس المطلوب الرأي، نشوف سير العمل، سلوك العاملين، مين من كان يكونوا، من الوزير وانتي نازلي، حتى المدير، المدير نرابه، بدنا نعرف عنه كل شيء، شو عم يخطط، شو عم يفكر، شو بدراسه، بدنا نعرف عنه كل شيء، كل شيء. لا تخاف، أنا عم راقبه، ومفتح عيوني على آخر، بس بدي شوية وقت. تعال. شو طلع معك لهلا قتل؟ شو ما غلط بشي غلطة؟ ما راح هيك ما حنا لهلا ماني ماسكة عليه شيء. بتعرفي ليه؟ لأنك بغل لساتك جديدة، انفتح عينك أكثر بس عرفتي؟ طيب شو صار هلا بالإيميل تبعه؟ ما عرفتي لي الرمز تبعه، الحساب السري تبعه، الكود تبعه؟ ما قدرت أحصله، حاولت كثير بس لهلا ما حصلتها. ما بصير هيك. لكن ليش نقلناكي من شعبة الحزب لون على النفوس؟ بدك تشدي حيلك، بدك تشدي حيلك لرفيقة لرفيقة. خلص والله لحاول، بس انت بس طول بالك علي شوي، اعطيني بس شوية وقت. بدنا نعرف عنه كل شيء. الايميل تبعه بدنا نعرف عنه كل شيء. خلص رقمه السري، بدنا نعرف فيسبوك. شو عم يكتب؟ شو عم يخلص؟ جوز ما عليه شيء، بس نحن لازم نعرف. هذا عمل أمني. شو هيك؟ عمل أمني. استبينا رفيقة. استبينا رفيقة. إيه قدرني ربي استبينا. سلم هالإيدين. مدام عتاب، نحن من الهلال الأحمر حابين نتشكرك على العمل الإغاثي الكبير اللي عم تقومي فيه بجمعيتك. بس في نقطة جيت وضحها شخصيا مع حضرتك لأنه شوي مهمة. تفضل. نحن بعد أكثر من جولة عملناها على مراكز الإيواء، لاحظنا إنه الكمية عم تتوزع من المعونة أقل من الكميات اللي عم نقدم لكم إياها لجمعيتكم، وهالشيء خلانا نتساءل عن الأسباب. أستاذ زهير، بلا هالتلميحات لو سمحت. أنا عم بشتغل بمصرياتي وتعبي، وحضرتكم إجيتوا لعندي وعرضتوا علي المساعدة، وأنا وافقت لزيادة التوزيع والكمية. بقى مو من حقكم أبدا تشككوا بشغلي. عفوا مدام، مو القصد، نحن قلنا يمكن يكون صاير خطا او خربطه بالارقام. معاذ الله الشك بحضرتك، بس انت ما بتكوني موجوده شخصيا بكل جولات التوزيع، والخطا احيانا وارد. على العموم هي جرت تفصيلي بالكميات والتوزيع كل الشهر الماضي، بتمنى ان حضرتك تطلعي عليه يمكن تستفادي منه بشيء. اوكي اذا سلي وقت. بعتذر مره ثانيه على الازعاج. بالاذن. شرفت. دكتور مراد، ممكن تطلع لو سمحت؟ عفوا. كمال بيك حابب يحكي معك كلمتين.
بدك تقضيها في هاي الطالعة الحمام؟ شو بإيدي يعني؟ بدك ما تقاس تعالج عند الدكتور بيزعل أخيرك قلت فوت شو هذا اللي عم بيصير يا رفيق؟ خطف وجثث واعضاء بشريه بحاويات الزباله؟ للاسف سيدي هيك وضع البلد حاليا. مو عندي هاي المسخره يا رفيق، مو عندي هون، عم تفهم؟ طول بالك سيدي، طول بالك، صدقني نحن عم نشتغل بكل طاقتنا، بس شو بدنا نلحق لنلحق؟ ما بعرف، بتعيشوا هون ما بتناموا، بدي عصابه الخطف قدامي هون وبدي اللي عم يقطع الناس بهالطريقه، عم تفهم؟ لك وين عايشين نحن بالصومال؟ حاضر سيدي، بتأمر. اخذتوا اقوال عامل الزباله رسميا؟ ايه طبعا سيدي. طيب روح جيب لي هذا الولد اللي مسكناه بقضية خطف شيخ الجامع، هذا إلا ما يعرف شيء. تؤمر سيدي. فيني أعرف شو بيعني هالحكي؟ ما بعرف. أنا رح أقول لك. هذا الجرد بيعني إنه في سرقة عنا عم بتصير بالمعونات. وحضرتك المسؤول الوحيد عن هذا الموضوع. بعرف لحالك شو بيعني. لا هلا ما فهمت قصدك مدام. قصدي لك انك انت واحد نصاب وحرامي وعم بتتاجر بدم الناس، عم تتقاوى على ناس فقراء خسروا بيوتهم واهليهم وكل شيء بيملكوه. على فكره انا دافعت عن الشغل بس كرمال اسم الجمعيه، وهلا بدك تنقل على برا وما بقى بدي اشوف وشك هون، عم تسمع؟ ابن ناقص منك ومن جمعيتك، ألف حملة وجمعية ببوس رجلي لأشتغل معهم، ومشان المعونات لازم تعرفي إنه كل البلد ماشي هيك، ما وقفت علي بس. اطلع لبرا ولا؟ اطلع لبرا! احرقيها وتدفي فيها أحسن لك. مرحبا ياسمين، كيفك يا ماما؟ حبيبتي فينك تمري اليوم اللي عندي على الكافيه؟ ايه ضروري عاوزتك. اوكي باي. قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت عايش؟ والله عن حق يا رب الارباب يا عالي بلبا، ولك شلون قالوا بالتلفزيون هيك شبره وبعيد، الله يحميك. يقولوا اللي بدهم يقولوا، انت شو شايفه قدامي؟ ولك ان شاء الله بتكفني وعلى قبري بتغني يا مسافر وحده. وليه شوفتك نعنشت الفؤاد؟ بعرف بعرف، المهم هلا اسمعيني منيح، بدنا نهدي اللعب لبين ما تمر هالفتره، وبتنضبي بالبيت لا طلع ولا فوتي، عم تفهمي؟ أمرك تاج راسي، مع أنه والله بعدك نار وما بتحكي مع حدا نهائي حتى همو. لك صحي؟ همو مدريت بالخبر وأبعت ركي خافت يستدلوا عليها. خلاص معناها أنا بخبرها مشان تطمن، مهم أنتي بتسمعي الكلمة ما بدي ولا غلطها. أمرك سيد راسي. يلا طيري ما بدنا نلفت نظر. انتبه على حالك أمانة، والله والله لأشخط حالي على البلوعة وأنت في حالي مثل الجاجة إذا بيصير لك شيء. خلاص طيري. يلا ربي شو غريزة. تفضل تفضل. شايف هالتصاميم هاي المعمولة من ورق؟ برا بيعتبروها فن وبيعملوا لها معارض،
وكل فنان بيعمل تصميم أحلى من الثاني. أنا حضرت معرض هاي التصاميم بأول سفرة كانت إلي لأوروبا، بعتقد كانت على روما، مظبوط على روما، ومن وقتها صارت هوس عندي. شوفت عينك شي جميل. عمل هالبيوت بده شغل وبده مسابرة وبده إيد ثابتة أكثر بكثير مما بتتخيل. أنا بعد تجربتي الطويلة بالبزنس والمشاريع صرت متأكد إن الشغل والتعب أهم بكثير من الموهبة. يعني باختصار، التخطيط أحسن من الإبداع، والمصاري فيها تعمل منك عبقري قدام الناس قد ما كنت حمار وطشم. عفوا، في أعرف مشان شو هاي المقدمة؟ مشان بنتي ليا، لأنه هي أحسن مثال على الحكي اللي قلت لك إياه. شوف، أنا وياك بنعرف إنه ليا أبعد ما يكون عن الموهبة والصوت الحلو، لكن هي مصدقة إنه هي فنانة وموهوبة. إذا بدك نحكي عن جد يا دكتور، البنت موهومة مو موهوبة. بيسرني إنه هالاعتراف يطلع منك شخصياً. بس هذا الاعتراف ما بيغير شيء يا دكتور. ليا ما عندها موهبة، أنا موافق معك، بس في عندك كل شيء تاني: دعم، علاقات، مصاري، ترويج. وخدها مني يا دكتور، يمكن تكون الوحيدة بين كل طلابك اللي رح توصل وتنجح، طبعا بعد ما تتخرج وتحصل على الشهادة العلمية من المعهد تبعك. سيد كمال، أنا فهمان من الأول ليش طلبت تشوفني، لهيك اجيت بدي فهمك بكل احترام انه ما في شيء شخصي تجاهك او تجاه بنتك، بس ليا موهومه مثل ما انت قلت، وانا مستحيل نجح طالب دون المستوى عندي، علما اني انا اشتغلت معه كثير بس بدون فايده. دكتور مراد، لاني بحترمك، راح اكون واضح معك، بنتي رح تتخرج من المعهد، يعني رح تتخرج مهما عملت أو اعترضت، هذا الشيء ما رح يوقف بوشها. رح تتخرج يعني رح تتخرج. بقى كون لماح وذكي وانتهز هالفرصة هي. أنا بعرفك وبعرف وضعك منيح كتير، وعندي استعداد إنه ساعدك وطالعك من هال، خلينا نقول، النيل اللي عايشها أنت بليلة وضحاها. أنا بعرف إنه استغلال الفرص موهبة، وأرجو إنه هالموهبة هي تكون موجودة عندك. بقى شو قلت؟ أنا فيي أمشي لو سمحت. فينك تمشي، طبعاً فينك تمشي. بالإذن. أنت وأمثالك ما عادوا موجودين يا دكتور. مكانكم مو هون. انت كمان حمار ومدكك بالبنطلون ومستشرف؟ العمى، شو صاير بالعالم؟ ولا حيوان ولا؟ الله يوفقك سيدي. خلص بدعسك دعس من باب نسيك حليب امك اللي رضعته، عم تفهم؟ والله لو بعرف شيء يا سيدي كنت حكيت. بدي مين اللي كان عم يخطف الجهات المتحلق الجنوبي، عم تفهم؟ لك والله يا سيدي كل شيء بعرفه حكيته، وحياه الله يا سيدي. انت الحشرات بتعرفوا بعض الا ما تكون سمعان باسم شيء مجموعه باي شيء. نحن يا سيدي كنا نشتغل لحالنا مشان السريه، لك والله ما بعرف حدا. هي بتعرفها؟ والله ما بعرفها يا سيدي. يستر عرضك، انا ما بقي لي شيء لاخسره، لو بعرف شيء كنت حكيت، بلكي بقدر احسن وضعي عنكم. خلاص خلاص خدوه سيدي، والله ما بخلني انا يا سيدي. خلاص لك احلى منهله بالحاره كله. بسم الله الرحمن الرحيم، شو ورا هالحب كله؟ كل خير تقبرين، بس هيك فكرت اني مشتاقه لك كومايات كومايات. تشتاق لك العافيه ان شاء الله، خليكي بقى مستعده.
الو مين؟ انا زكوان. مين زكوان؟ مقصودين زكوان شبكي. ما بعرف حدا بهالاسم. لك هني ما صار شيء من اللي قالوه على التلفزيون، هني قالوا هيك مشان يعملوا شوشره بيناتنا بعلامه ال 400 الف الاخيره. شبكي حاجته سلبيه. يبليك بدلك، والله والله خفت تكون رحت ليا وعم ضبضب ودي امشي. انا منشان هيك عم بحكي معك، نحن مناح ما فينا شيء، بس بدنا نلبد شوي لحتى تهدى القصص. ماشي سبع البرمبو غيره. انا بحاكيكي بس تهدى الامور. سلام باي. قديش الربطة؟ 50. 50؟ أنت بالمدرسة؟ كنت بالمدرسة قبل ما يروح بيتنا. ها أنا صار؟ أول. شطورة بالمدرسة؟ إيه كنت شطورة، بعرف أرد للعشرة بالإنجليزي وحوصجة. بس ما تكوني عم تكذبي علي. والله والله بعرف. طيب هاتي لشوف سمعي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برافو عليكي، برافو شطورة مين عليكي. انت شو اسمك؟ زينة. زينة معناتها انا اشتريت الربطات كلياتهم. كم وحده هدول؟ اعطي لك انت واحده. واحده بابا. أمورة بابا حبيبي. يوم اشتقتي لي؟ ايه. قديش؟ كتير. قديش يعني كتير؟ يعني هيك. هاتي بوسي بابا. جبت لي كيس البومبو. لك طبعا يا حياتي. ها ياي. يلا اعطيني بوسي تانية. يا منى، يا منى. أهلين حبيبي، يعطيك العافية. لك الله يعافيك يا رب. يلا بدل ثيابك بسرعه، رح احط لك الاكل. ايه يلا فورا لاني ميت من الجوع. تكرم عينك. ما بدك تاكلي معنا امورا؟ بلا. حماد انت هون؟ حماد؟ ايه. شو هي طالع عندي؟ اهلين سرور. الله حيو. فوت فوت عود. ماني جاي اقعد، انت امشي معي. لوي؟ ما بدك تسترزق الفرنجي؟ لك ايد الزنارة. قول يا رب. يلا يا رب. Thank you.
تيتا تي وأمو راهي يا حياتي. تيتا 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 تي وأمو راهي يا حياتي. برافو برافو أمور حبيبي. يا سيدي الدوام صاير مو معقول والمدرسة صايرة فوضى، يعني حطوا نازحين بالمدرسة وفيها طلاب عم يداوم كمان. قاموا حطوا النازحين بقسم والطلاب بقسم، هدوك صاروا فوق بعضهم والطلاب صاروا كل 70 بصف ما بيسع إلا 30 طالب. وقت الدرس بيروح على سكوت انت، انتبه انت، خلص انت. يا سيدي جيل بده يطلع غير شكل، ايه ما بيعرف الخمسة من الطمسة. ايوة الو سيدي المقدم جلال رجع. شو؟ رافع شوفي جلال رجع. ابن الحرام اللي كان مستلم عندي طلع حرام ومو سائل لا عن نازح ولا عن محتاج، وانا بعد ما قلعته اليوم لقيت انه انت انسب شخص ممكن يستلم محله، يعني انت اكثر حدا ممكن يحس بهدول الناس كونك عشتي نفس التجربه السابقه بالجمعيه، فينك تساعديهم ومنه شغل الك براتب ثابت. بس انا مو شاغله هيك شيء من قبل، قصدي ما بعرف اذا بقدر او لا. تتدربي بالاول وانت شطوره رح تتعلمي بسرعه. شو قلتي؟ أكيد موافقة. طيب ما بدك تعرفي قديش الراتب؟ مو مهم، المهم إنه أشتغل ومعك عن جد ما بيهمني. وأنا أكيد ما برضى أعطيكي غير اللي بتستاهلي، من بكرة بتستأجري بيت لأهلك لأنه ما بيصير يضلوا بمركز الإيواء وأجاره رح ينخصم من راتبك، وفوقه 30,000 بالشهر. منيح هيك؟ بس منيح مدام أنت بتاخدي العقل. إيه مايتي رعقلي، ما في شي ببلاش، الشغل كله رح يكون فوق راسك لأنه أنا بسافر وبليب كتير وبدي حدا ثقة يشرف على الشغل مكاني، يعني كل شي بحقه. اتفقنا يا قمر؟ اتفقنا. نحن شو عم نستنى هو؟ شي زبون. زبون شو؟ بعدين شو دخل قطع الكهرباء بعدتنا هون وانت كل الطريق تدعي يبلشوا التخنين على بكري؟ ابو محمد شوفت عينك. البناية عالية، يعني فيها ناس ساكنين بالطابق العاشر والـ 11 والـ 12. وبس انقطع الكهرباء بيتعطل الأسانسور. ومولدة ما فيها. يعني اللي ساكنين هون ما قدامهم غير الطلع على الدراج. وهدول الناس إذا بدهم يمشوا مترين بدهم يبيتوا استخارة، لذلك شو بده يصير فيهم بلا أسانسور؟ بده ينهد حيلهم وينقطع نفسهم، بس وين كل ميل حسب عمره. ونحن هون بيجي شغلنا. صدقني يا سرور ما فهمت عليك شي بنوب. أنا بنقي بنايات العالية حارات الأكابر والدفيعة، وبيجي وقت تأنيل الكهرباء بقعد على باب البناية، بيجي اللي ساكن فيها بيطلع هيك بيقولوا لي بيعاني وبيكتئب مثل ما عانى راقص الديسكو بالفيلم، بتعرفوا شيء؟ ما
ما راح تعرفه. بقوم انا بلطب وشه بقول له شبيك لبيك، بحمله على ظهري وبضل نادعه لفوق. تحمله على ظهره؟ لك على رجلي. ايه بقى شو ايه؟ 10 طوابق، الطابق بخمسين ليرة، يعني آخر شيء بخمسمائة ليرة، وآخر النهار تطلع بغلي محرزة. أكيد عم تمزح. الله خلينا وزير كهرباء عمي. تعال تعال سمعك الغنية. صبني هو أبني هو أبني هو صبني هو مين صبني إذا مين صب؟ شو صب؟ عم لك صبني هو هندية يا زلمة صبو. مرحبا. شو جابك لهون؟ جاي اشوفك حبيبي. ليش لابس هيك؟ طالع عندي شغله ضروري. والله وانا كمان عندي شغله كثير ضروري. اسمعك عملك من لأنك اجيت بسرعة. وينه؟ جوا رافع. بس وعدني إنه جلال يضل رفيق عمرك شو ما كانت حالته. رباب شو عم تحكي أنت؟ شو بو جلال؟
جلال. جلال. كم سنة شو تغيرت فينا الدنيا، كبرنا عمر ودقنا القهر، مثل الشجر منموت وما مننحرق. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا، ويمر بطيفها وتسكن الأحلام، جميلة محبها واسمها شأم. ويمر بطيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شأم.